فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن العقيدة لا بد فيها من اليقين ولا يكفي فيها الظن، فكيف يجمع بين هذا وبين قبول السلف لخبر الآحاد في المعتقد؟ يا أخي خبر الآحاد الصحيح يفيد اليقين، من قالك أنه يفيد الظن؟ هذا كلام المعتزلة، هم اللي يقولوا الآحاد يفيد الظن، هذا غلط. بل إذا صح الحديث سواء متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين. نعم. وأما قوله أنه يفيد الظن هذا باطل، هذا كلام المعتزلة الأشاعرة ومن نحوه. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن ما صح عن رسول الله، ما صح عن الله أو عن رسول الله، إنه يفيد العلم واليقين. نعم.